نحن نوقع هذه الاتفاقية التاريخية مع شريكنا إكسون موبيل بغرض تطوير تعاون مفيد للطرفين على امتداد سلسلة القيمة في صناعة المحروقات في الجزائر، لا سيما في مجال الاستكشاف والإنتاج. إننا نخطو بالفعل خطوة كبيرة على صعيد النهوض بمواردنا الطاقوية وتثمينها وتكمين بلادنا من الانتقال وتمكين بلادنا من الانتقال إلى طور جديد من الاستدامة والنماء. إن هذه الاتفاقية ليس مجرد تعبير على الرغبة المشتركة في تطوير شراكة جادة ومميزة فحسب، بل يعد بمثابة تجسيد عملي لرؤية مشتركة بين سوناتراك وإكسون موبيل تمكن الطرفين بدراسة سبل استغلال القدرات الكامنة والإمكانات الهائلة من البوارد الطاقوية في الجزائر. إننا واثقون من أن الإمكانيات المتاحة والفرص المتعددة التي تتيحها هذه الشراكة الرابحة بين سوناتراك وإكسون موبيل ستكون وفيرة بلا شك من أجل تحصيل الخبرة الرائدة لمؤسسة إكسون موبيل في مجال النفط والغاز والاستفادة من تجربتها الثرية المتراكمة وقدراتها التكنولوجية المعترف بها.